أسوي اليوم لوحة جديدة، قصيت هالشكل وحطيت عليه شالوشن. الحين بشيل الشالوشن وبحطه هني، باخذ أخضر بحط وياه ماي، حط عليه أسود بحطه هني بالأخضر الغامق مباشرة، برسم هني أشجار بالأسود وماي، برسم هني نفس الشارع. الحين باخذ هاللون خلط بني وأسود بحطه هني، باخذ أسود وماي بسوي أشجار صغار. الحين باخذ أصفر بسوي خطوط كذي على هالمنطقة. الحين باخذ أخضر مباشرة وبرسم هني قطينة، برسم هني بعد واحدة. الحين بالأسود برسم هني جذع، هني بعد واحدة بحط ديتيلز البامكن. الحين بشيل هالشلوشن بالأبيض بحط لاينز كذي بلون الحين العيون. خلاص، ايش رايكم باللوحة وفكرتها بعد؟